جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دعم السلام في اليمن والجهود الأممية لوقف النار بشكل دائم. وأكد وزير الخارجية السعودي دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانز كرونبرغ والرامية إلى التوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار. وجاء حديثه على هامش الدورة 49 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة في موريتانيا.